مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا في السيارة المستعيلة ومطباتها في السماء. شوفوا الطريق، شوفوا المسار، شوفوا الخيال فوق السماء مباشرة. إذن على بركة الله نشاهد هذه السيارة ب500. ما رأيكم أن نشتري هذه السيارة ب500 جنيه استرليني؟ نحن نملك 927 سكركر، 1000 نقطة أو 1000 جنيه استرليني. هذه السيارة الخضراء هي سادة 1500. هذه هي سيارة الأحلام لأي واحد، سيارة حمراء ب2000 نقطة، لونها أحمر، لونها أحمر، أحمر جميل فاقع. ولكن سوف نعدي بهذه السيارة، أصفر لونها أصفر فاقع يسر ناظرين. سير يا سيارة إلى المرحلة الثامنة على بركة الله، ننطلق مجددا. شوفوا خط النهاية هناك، من يلاحظ خط النهاية هنالك على اليمين؟ خط النهاية في الأعلى. شوفوا سوف ننطلق، نأكل هذه الفقاعة على بركة الله. شوفوا على كيف راح نسجل الدخول. نسيت أن أخبركم لمن يشاهدنا في هذه الحلقة، لا تنسوا الإعجاب بالحلقة والضغط على زر لايك لتشجيعنا في هذا الجنون. لكي نتمم هذه الجنون، نحن نحب الألعاب، نحب الألعاب، ولذلك سوف نلعب، سوف نستمتع، هنا نستمتع، هنا نجتاز المراحل، هنا كل الأخطاء غير مسموحة بالمرء، هنا يعني الأخطاء شبه مسموحة، ولكن في الحياة الواقعية لا يجب أن تخطئ. إذا أخطأت الكل يعاقب عليك، ولكن في هذه اللعبة إذا أخطأت سوف تسقط إلى الهاوية، ولكن دائما هنالك أمل، دائما هنالك فرصة، دائما هنالك أسبيرو باللغة الإيطالية، أسبيرو أو الأمل. سير يا سيارة، دوري لفة ولفة جميلة، سيري طيري. لا، شوفوا كيف، لا يمكن، خط النهاية يجب أن نسرع، يجب أن نسرع، خط النهاية هنالك في 50 ثانية، هل سوف نصل؟ لا، يجب أن نصل قبل 45 ثانية، هل سوف نصل؟ هذا هو السؤال الكبير. سيري يا سيارة، سيري إني أحبك. لا يا سيارة، شوفوا، شوفوا على الدوران، شوفوا على اللف على اليمين هنالك، كنا هنا من قبل، سقطنا من قبل، اتركونا نعيد الكرة مجددا، لا يجب الإعادة، فلن نصل، 40 ثانية غير كافية للوصول، 40 ثانية ليست كافية للوصول. إذا نأكل الفقاعة الأولى هنا والفقاعة الخضراء، السرعة الضوء هنا، شوفوا النيران تنبعث من السيارة، شوفوا الطيران على شانكو، الطيران، شوفوا 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 الطيران، شوفوا شوفوا شوفوا. لا، أخطأنا المسار، لكن لا يهم، سوف نعيد الكرة، الكرة وليس في كل مرة، التسلم والجارة، بر بر بر، سكر كر كر، ليش ليش ليش، انقلبت السيارة رأسا على عقب، لا يمكن، لا يمكن، قلت لكم لا يمكن، هذه هي السيارة المستحيلة، لم تتأذى، ولكن سقوطها كان شبه مدوي، أو مدوي. شوفوا النيران تنبعث من السيارة، شوفوا الطيران، شوفوا التوقف.
سيري يا سيارة، دوري لفي يا سيارة، أنت الأجمل أنت الأفضل، سيري طيري على كيفك، شوف النيران الخضراء، فرامي القوية، شوفوا السيارة، شوفوا يا سادة اللثة، شوفوا المنعطف على اليمين، شوفوا على كيفو، هي استعداد للطيران، هناك مطبات، هناك نيران في الأسفل، لم تكن هناك نيران في الأسفل، ولكن هنا شوف خط النهاية على على اليسار مباشرة في الأعلى، من يشاهد خط النهاية يضغط على اللايك، إذا لم تضغط على اللايك فإنك لست من شعب سبيرو، وأترك حالا هذه اللعبة وأخرج، نحن شعب سبيرو، نحن نساند بعضنا البعض، شكرا لكم لمن ضغط على اللايك، أنا أحبكم كما أحب هذه الألعاب وأنتم مستمتعون معنا، شكرا لكم جزيل الشكر. لفة دوران، هنا 20 ثانية، أعتقد هذا المسار أخطر مسار في اللعبة، لا أعتقد سوف نصل، لا أعتقد 10 ثواني، أجزم لكم لن نصل، شوفوا خط النهاية، شوفوا السقوط المدوي، سوف نعيد الكرة مجددا، آخر مرة سوف نعيد، هل سوف نصل؟ أعدكم بأننا سوف نصل، إذا لم نصل فسوف سوف ماذا؟ سوف لا شيء، المهم سوف نصل، سوف نصل، ليس هناك سوف ولا كلا ولا علا ولا ليت ولا ملابتا، وحروف الجر 5 وهي السيارة الكبيرة سوف تطير، لا نريد الطيران هنا، لا نريد الإخطاء، لا نريد الأخطاء بالجملة، السرعة القصوى، توقف يا سيارة وإلا انقلبت الأمور علينا، نحن نعدي هنا، شوفوا سوف يجب أن نفعل هكذا، المسار هنا إلى الوراء، يجب أن لا نسقط، هنا المسار شبه ضيق أو ضيق كليا، لكن الخبرة لا، السقوط سادتي وسادتي، ضيعنا الكثير من الوقت في المسار الضيق، كان علينا أن نفعل هذه المرة، لا، سيري يا سيارة، فرامي لك قوية، شوفوا اللفة يا سادة، شوفوا الدقة العالية، سيري يا سيارة، توقفي هنا قليلا، دقيقة، يجب أن نصل، يجب أن نصل قبل انتهاء الوقت، هنالك خط النهاية ينتظرنا، سيري يا سيارة، دقيقة وخط النهاية هناك يظهر العيان، العيان وليس العيان القوي، بل العيان بالأعين، ليس العيان الضعيف، العيان بالعيان يعني بالأعين، وليس العيان كما يقول المغاربة، العيان، توقفي 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 لا تسقطي، إنه خط النهاية، على اليمين اليسار اليمين اليسار، لا، والله إني أشم رائحة الغداء، سيري سيري لا تسقطي، إنني مكائن جدا، يعني مكائن منرفز مقرفز، لم أصل، لن نصل، دعوا السيارة تموت ببطء، في الحلقة القادمة أعدكم أننا سوف نصل أعزائي عزيزاتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة، إذا أعجبتكم لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاهدة الفيديوهات التي تظهر هنا في الجانبين، إلى اللقاء.